حياكم الله ومستمرين معاكم في صباح الخير يا كويت، والكثير من اللقاءات اللي راح تكون مميزة معنا في صباح الخير يا كويت. ولكن عبد الله، باتت سالفة الحموضة والحارج اللي احنا نسميها حديث الساعة، وقاعد تصير أدوية جديدة عشان ما يصير حارج. اخذ هذا الشراب ولا اخذ هذه الحبة عشان الحارج يروح، وتاكل على على راحتك، تخلين الاكل. يمكن غاده قبل كنا نقول حق كبار السن او الشيبان مثلا، هم اللي فيهم تصير حموضه الحين. صح. حتى الشباب بالضبط، احنا الشباب قاعد نحس بموضوع الحموضه وانتشر وايد بالكويت، فانا بنتعرف يمكن اكثر أكيد. على اسباب هذا الموضوع. بالضبط، يعني باتت مشكله وازمه، ويمكن يصير فيها تدخل جراحي، ويمكن تكون هي جرثومه بالمعده. الواحد ما يدري، هو يصير تخبط في تشخيص الواحد لنفسه من غير ما يلجأ إلى الدكتور المختص. فبنروح اليوم مع استشاري أمراض الجهاز الهضمي والكبد والمناظير الدكتور يابر العلي. يسعد صباحك وحياك الله معانا في صباح الخير يا كويت. صباح الخير دكتور. صباحكم الله بالخير. صباح الخير على الأخوة المشاهدين، أتمنى شوية نكون مفيدين حق الأخوة المشاهدين إن شاء أكيد. الله أكيد بلا شك دكتور. يمكن دردشنا تحت الهواء وقلت لك أن في أمور كثيرة قاعد تصير بالنسبة للشباب أكثر من الشيبان. يمكن إحنا كنا نسمع أن شيبان أول يصير معاهم الحارج، تصير الحموضة. الحين قمنا نشوف الصغار بشكل مو طبيعي، يعني وإحنا اعتدنا أن تكون الحامل هي اللي اول يعني بدايه حملها. صحيح. حارج وحموضه وما ادري شنو تشتكي. نعم. الحين الكل قام يشتكي. اي بالضبط. صحيح. اعتقادي طبعا المرض هذا قام ينتشر بالكويت بشكل كبير، واتوقع مو بس بالكويت، بالعالم ككل. صحيح. اسبابه عديده، بس كتعريف بسيط لارتجاع المريئي او الحموضه، هو ارتجاع الاحماض او مكونات المعده من اكل من شيء. صحيح. ترتجع من المعده وتصعد فوق على المريء، تسبب اعراض للمريض، تسبب اعراض للي يعانيها. ولكن ملحوظة، مو كل مريض أو مو كل شخص يعاني من الحموضة نسميه مريض. في ناس تعاني مرة بالثلاثة أشهر، مرة بالشهرين، هذا ما نسميه مريض. هذا عارض كذي. هذا عارض بالضبط، يعني كثر من الأكل في يوم من الأيام، أكل ونام وإلى آخره. صح. ولكن نسميه مريض إذا يعاني بشكل مستمر، بشكل يومي، بشكل يوم وترك، وقاعد تسبب له خلل في جودة الحياة عنده. صحيح. مثل حضرتك دكتور، كلامك متمة. نعم. جاينا تقول فيك حموضة. صباحتي. مش ماكل بالليل ولا مش متريق. صحيح. هذه لما تصير عارض مرة واحدة تقول ما تقدر تقول عنها مرض، بس إذا 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 بشكل مستمر فهذا نسميه إحنا مرض. في ناس تعاني بشكل يومي، تيها الأعراض أكثر من مرة باليوم، هذا نقول عنه أنت مصاب بمرض ارتجاع المريء أو هو الأحماض ترتجع. دكتور، يعني انتشار هذه الأعراض يعني بالكويت، هل السمنة لها علاقة بانتشار هذا المرض؟ دور كبير السمنة. طبعا في عوامل تساعد. السبب الأساسي هو ارتخاء صمام المريء السفلي مثل ما تكلمنا تحت الهواء. قلنا ان الصمام عندنا يمنع الاكل انه يرتجع في الطبيعي، الصمام موقعه تحت في اسفل الصدر. اذا كان الصمام قوي يمنع الاكل من الارتجاع او الاحماض من الارتجاع. اذا اخترب عندنا الصمام والعضلات المجاوره الاحماض ترتجع، تسبب الاعراض. طبعا في عوامل مساعده، التدخين مثل ما تفضلنا واحد منهم، الكحوليات، الوجبات، كمية الوجبات، نوعية الوجبات، ومتى تاكل. في ناس تاكل وتنام الظهر، في ناس تاكل وتنام بالليل. صحيح. في ناس مدخنة، في ناس تشرب كحوليات، في ناس تحب الأكلات الدهنية الدسمة. السبايسي أو البهارات اللي احنا نسميها، أو الفلفل بأنواعه دكتور، أو الحامض، الليمون بأنواعه. طبعا الأحماض فينيجر وغيرها. الأحماض 100% عليها كلام إنها هي مسببة أو عامل مساعد اعتقاده، ولكن السبايسيز ما عليها كلام علمي أبداً. اكون صريح وياك، يعني عليها كويشن مارك مثل ما احنا نسميها. الحلويات، الشغلات الحاليه عليها كلام. نعم. ان هذه احد الاسباب اللي تسبب السمنه، تلعب دور كبير. صحيح. مثل ما تفضلتي الحامل تشتكي. ليش تشتكي؟ لانه صار في جنين. صحيح. صار في ضغط على المعده، يصير في عندهم ارتجاع خاصه في الاشهر الاخيره من الحمل. صحيح. فالسمنه لها دور كبير جدا. نعم دكتور، يمكن تكلمنا عن السمنه، عن الاكلات، التدخين، كل هالاشياء العوامل. نعم. وايد نسمع يعني اكثر من راي، واحد يقول لنا خلينا نشرب شاي اخضر، خلينا نشرب شاي ابيض. صحيح. شنو العلاج حق هذا الموضوع؟ طبعا العلاجات متنوعه. دائما اقول حق المريض، نقول له ترى الموضوع 50-50، 50% عليك و 50% علينا. صحيح. صدقني لو تعطي المريض افضل علاج، اذا المريض ما يساعدك بالعلاج
ما راح تجيب نتيجه. العلاج اللي نطلبه من المريض نقول له شوف انت لازم تبادر في بعض الامور، الا وهي انت لازم اذا انت سمين تنزل وزنك. حلو. اثنين اذا انت مدخن لازم توقف تدخين او تقلل بنسبه كبيره، الكحوليات لازم تبتعد عنها. صحيح. طبيعه الاكل تبعتك لازم تتغير. صحيح. لازم تعرف شنو تاكل، تعرف متى تاكل، والكميه اللي تاكلها. اغلب الكويتيين خلينا نكون صريحين ناكل وننام الظهر. صحيح. هذا شيء معروف. قاعدة العصر بعد النوم. صحيح. واصل ليل. صحيح 100%. بالدواوين ناكل ونروح البيوت ننام، هذا اللي صار فيني امس. فهذه المشكله، هذه مشكلتنا احنا. صح. فلازم انت تساعد طبيبك انك انت تعرف شنو تسوي من السلوكيات والى اخره. طبعا بالنسبه لنا احنا كاطباء نعالج في علاجات متنوعه كثيره. صحيح. في علاجات دوائيه، في علاجات بالمنظار، وفي علاجات جراحيه. متى نلجا للمنظار والجراحيه دكتور بشكل كبير؟ كعلاج ولا كتشخيص؟ كعلاج. طبعا اول شيء المرض يشخص بالتاريخ المرضي، يعني انت تاخذ معلومات من المريض يشتكي لك من الاعراض المطابقه لمرض الارتجاع المريئي، انت تقول له انت متشخص بارتجاع المريئي. كعلاج اول علاج احنا نستخدم الادويه. حلو. الادويه خفيفه ما لها سايد افكت، ادويه جدا امنه. بعض الاخوه المشاهدين ممكن يتخوفون من الادويه اللي قاعد ياخذونها. لا. صحيح. بالعكس ادويه امنه، ما عليك من كلام السوشيال ميديا انه والله الدواء هذا يسبب لي كذا وكذا وكذا. خذ الكلام من المتخصصين. ما ودنا السوشيال ميديا بالضبط. صراحه فامنه جدا. اغلب الناس يتعالجون فقط بالادويه. المناظير اختي غاده عليها كلام كبير. حلو. منظمات الصحه العالميه والجامعات الامريكيه والكنديه والاوروبيه حاليا ما تشجع العمليات في المناظير. اجريت عليها كلام، عليها مشاكل، عليها مضاعفات. احنا دائما نقول حق مرضانا نقول لهم لحظه شوي نطروا خل تطلع دراسات افضل. صحيح. لان مثل ما قلنا اي تقنيه جديده انت تبيها لازم التقنيه تكون هذه امنه. صحيح. مفيدة أكثر من العلاجات اللي موجودة. نعم. موجودة حالياً ونتائجها تكون طيبة. صحيح. هذا اللي تبيه. لحد الآن ما وصلنا إلى التغنية هذه. صحيح. العلم بالجهاز الهضمي ما وصل إلى التغنية هذه. نعم. آخر شيء الجراحة. الجراحة صديقين ولا لا نسويها حق المريض اللي يكون مرتاح ويا العلاجات. ليش؟ يعني مريض يقول دكتور أنا آخذ العلاج وأموري طيبة. هذا اللي نسويه للعملية. ليش؟ لأن نقول حق المريض نقول له أنت ما نقدر نحطك على العلاجات لمدة سنوات طويلة. العلاج ممكن أخليك شهر، اثنين، ثلاث، خمس، ستة أشهر، ما عندي مشكلة. حلو. بس من أنت توقف العلاج وتنتكس حالتك أنا لازم أشوف لك طريقة ثانية. ما أقدر أخليك على العلاج دب الدهر. دب الدهر. إيه. بالضبط. إيه. ما أقدر أخليك 20-30 سنة على الدواء، خاصة إحنا الحين قاعد نقول شباب قاعد يصابون في مرض. صح. الارتجاع المريئي. أكثر مرضاي في عيادتي يجوني مرضى شباب بأعمار 20-25، الأعمار الشبابية هذه. فنقول له أنت لازم تسوي عملية. العملية شنو؟ عبارة عن شنو؟ ربط صمام المريء. بالضبط. غالبا يكون عندهم أيضا افتاق في الحجاب الحاجز، فيصلحون الافتاق ويربطون مرة واحدة. يربطون الدكتور في قلت عبارة جدا جميلة عجبتني، أن العلاج راح يكون 50-50، نص عليكم. نعم. أكيد نص على المريض نفسه. نعم. زين، اللي جرب أكثر من هذه العلاجات قاعد يقول خروح حق العلاج الصيني أو الطب الشعبي. أيه. كونك مختص اليوم موجود. نعم. ويانا، شنو رأيك في الموضوع؟ طبعا أول شيء ما أنصح المريض يغير العلاج على كيفه. صحيح. لأنك أنت ما تدري شنو الأدوية اللي ممكن تفيدك وممكن تضرك، وفي أدوية تتعارض مع بعضها. صحيح. في أدوية جديدة الحين نزلت ممكن طبيبك يساعدك فيها. مسألة العلاج بالأعشاب والطب الصيني وإلى آخره، أنا كطبيب أقول حق مرضاي أقول له شوف أنا طبيب، يعني الطب مبني على علم، على أبحاث، على دراسات. ما أقدر أقول لك شنو يفيدك الطب الشعبي، ما اقدر اقول لك شنو يفيدك الطب الصيني. ولها كميات مقاييس معينه. بالضبط. فما انصحك فيها لان ما عليها دراسات، لو عليها. صحيح. دراسات كان نشرت في مقالات عالميه، صرحت فيها في المؤتمرات اللي احنا نروح. صحيح. لها. فما انصح اي مريض ياخذ علاج مو موثق علميا. كطبيب اقول لهم دير بالك العلاج اللي ينفعك مو شرط ينفعني. صحيح. العلاج اللي مشوي وياك مو مشوي وياي. لا يحطون لك بتويتر ولا يحطون لك في انستغرام يقول لك والله جربنا هالعلاج وهذا زين فجربوه. اي انا هذا بسال عنه. نعم. تنباع بالجمعيات بالصيدليات حبوب شرابات لي يعني الحموضه. صحيح. مدى فعاليتها ومدى صحه استخدامها دكتور على المدى الطويل؟ في ناس لا، في حموضه يبوا لي اللي انت تعرفه هذا البودر الابيض. صحيح. يحطوا بماي ويشربوا.
إنزين على طول على طول ولا أن هذا يشخص من الطبيب ولا شنو وضعيته بالضبط؟ طبعاً الأدوية هذه إذا مصرحة من وزارة الصحة فهي آمنة. حلو. بس طريقة الاستخدام أنت لازم تعرفها. يعني أنا قبل فترة جداً بسيطة يعني مريض يأخذ جرعات عالية من علاجات الحموضة. قلت له غلط. اللي قاعد تسويه جداً غلط. أنت ممكن يحوشك سايد افكت مضاعفات من العلاج صح. قبل لا تستفيد من العلاج. فأنت غلط إذا أنت ما تستفيد مو قاعد تستفيد من الجرعات المعقولة اللي الطبيب يوصفها لك، معناته يا أنك أنت قاعد تأخذ العلاج بجرعات خطأ، يا أن في أوقات خطأ، يا أنك قاعد تأخذ أدوية ثانية تتعارض ويا أدويتك. صحيح. فما يصير، أنت لازم تلجأ إلى دكتورك المعالج. صحيح. هو اللي يفيدك أكثر. شخص نعم. حلو. طيب يمكن إحنا اليوم يعني كنا شباب. أنا وغادة نعم. شباب وقاعدين أنا وياكم شباب إيه وياكم هوش بيك كلنا شباب نعم. نبي قبل لا يصير فينا موضوع الحموضة هذا شلون نقدر يعني يكون وقاية قبل لا نوصل حق مرحلة أنه يشخص أنه مرض؟ ثلاث شغلات أنا أقول حق مريضي. أقول له إذا أنت بتساعد نفسك وتحمي نفسك من الحموضة ثلاث شغلات. أول شيء بطل التدخين لأني أنا أكره التدخين. حلو. هذه شغلة. هذه أحلى نصيحة بصراحة. الشغلة الثانية لازم تعرف شنو تاكل ومتى تاكل. حلو. وكمية الأكل اللي أنت تأكلها وإذا تمارس الرياضة إذا أنت ما تمارس الرياضة حتى لو يعني فترات بسيطة. حلو. الثلاث شغلات هذه تحميك جدا من بس دكتور أنت قلت حتى الرياضيين تحوشهم الحموضة لأنهم قاعدين صحيح عندي مرضى رياضيين حاشتهم ولكن هذه حالات جدا نادرة قليلة. حلو. عادة الرياضيين اللي ياخذون بعض الادويه نعم. اللي ممكن تاثر على صمام المريء ممكن تحوشهم نعم. حلو نعم. يمكن في عندنا صور عبد الله في صور سعود لدكتورنا نشوفها على الشاشه حتى يتكلم عنها. هذه اول دكتور. صوره اختي غاده هذه صوره تبين المريض يقول شنو هو الارتجاع المريئي. هذه صوره تبين الارتجاع المريئي الاحماض الاكل اللي تصعد. بالمعده شلون تصعد وتضرب المريء بالطبيعي ما لازم تكون بالمريء لان المريء قلوي ما هو حمضي صح. فلما تصعد الأحماض تصعد فوق إلى المريء تجرحه كأنك أنا أقول حق مريء كأنك جاي ابتزاب وحاطه على إيدك ولا شيء فيجرح المريء. في الصورة الثانية تبين بالمنظار شلون المريء متجرح بسبب الأحماض اللي صاعدة فيه. هذا إذا الصورة جاهزة ممكن يحطونها للإخوان. هذه الصورة لا, لا مو هذه هذه صورة جرثومة المعدة. إيه هذا اللي بنتكلم عنها. هذه راح نتكلم عنها. إيه نعم هذه راح نتكلم عنها على موضوع في صورة ثانية سعود اللي هو المريء نفسه. المريء نعم. ايوه هذه هذه الصوره طبعا المريء يكون طبيعي يشوف لا تلاحظين اختي غاده كانه محروق. ايوه كانه محروق على شو متسلخ في جروح في المريء في اماكن مختلفه دائما الجروح تي من الاسفل وتصعد لفوق لان الاحماض تي من الاسفل وتصعد لفوق. العلاج يعني يبريها ايوه العلاج يمحيها طبعا تماما العلاج لانه يقلل الاحماض ويقلل من الاحماض انها ترتجع تصعد. العلاجات اللي نستخدمها هي مهبطه الاحماض او مثبطه الاحماض تقلل نسبه الاحماض بالمعده وفي علاجات مساعده نعطيها تساعد على تقلصات المريء عفوا الصمام تساعد ان الصمام يتسكر بصوره افضل. حلو حنا. دكتور اذا بننتقل الحين حق موضوع جرثومه المعده نعم. شنو الفرق بينها وبين الحموضه؟ اول شيء اسمها يخوف هي جرثومه اسمها يخوف بس هي ما تخوف يعني كل الاخوه والاخوات المشاهدين لازم يعرفون ترى اسمها يخوف بس هي ما تخوف. جرثومه المعده طبعا اكتشفت صار لها سنوات عديده وهذه صوره تبين جرثومه المعده شكلها يخوف دكتور شكلها يخوف جرثومه فلازم شكلها يخوف. جرثومه المعده موجوده فقط في المعده. بعض الناس يقول لك دكتور ممكن تعيش بالغولون بالامعاء الدقيقه بالمريء مكانها الأساسي تعيش وتتكاثر في المعدة بس ما تتحرك؟ ما تتحرك لا ممكن تنزل وكذا ولكن مكانها يكون في المعدة وفي صورة ثانية تبين موقعها بالضبط وين تعيش في المعدة حتى بالمعدة تعيش في أماكن مختلفة بالمعدة صحيح لا مو هذه اللي بعدها هذه الصورة وين أكثر مكان تعيش فيه تعيش هي فيه. قاع المعدة قاع المعدة إيه نعم أسفل المعدة لها أعراض تسبب أعراض شو الأعراض دكتور؟ هذه الصورة تبين لنا جرثومة المعدة ويبين لنا وين أكثر شيء تعيش في قاع المعدة أكثر من بطن المعدة أو رأس المعدة تتركز حدر تتركز تحت نعم بعدين شنو الأمراض اللي ممكن تسببها؟ ممكن تسبب التهابات في المعدة قرح في المعدة والاثنى عشر ولا قدر الله في حالات نادرة ممكن تسبب سرطانات في المعدة طبعا في حالات جدا نادرة يعني خلال السنوات يمكن العشر سنوات 12 سنة اللي أنا مارس فيها الجهاز الهضمي
ما عندنا الا تقريبا حالتين الى ثلاث حالات ماكسيموم ولله الحمد. طبعا اعراضها تسبب عدم ارتياح في منطقه المعده وهي اعلى البطن، يعني حرقان وشيء. ايوه بالضبط، حرقان، عدم ارتياح، ممكن تسبب غثيان، ممكن تسبب انتفاخات. اذا سببت مشاكل اللي ذكرناها، قرح، التهابات شديده لا قدر الله، اورام، هني ممكن تظهر اعراض ثانيه، الا وهي ممكن ترجيع، هبوط في الوزن، آلام مبرحة. هذه إذا تطور ما لها علاج؟ يعني ما لها علاج تنزعونها من مكانها؟ لها علاج طبعا، هي صغيرة ما تنشاف بالعين المجردة، يعني لا يقول لك الطبيب أنا دخلت بالمنظار وشفتها، لا ما تنشاف، هذا كلام مو صحيح. هي تنوخذ، يعني تاخذ لها خزعة، هي عينة صح. او ان فحوصات ثانية نسوي لها، فحص النفخة، مكرم السامع، تحليل البراز صح. عشان نشخصها. اكثر فحص نستخدمه هو فحص النفخة، نقول حق المريض ينفخ لنا في بالون ونسوي عليها الفحص وتبين اذا موجودة ولا لا. طبعا الجرثومة تتعالج وفي اغلب الاحيان تتعالج من نوعية واحدة من، يعني عفوا، كورس واحد من المضادات الحيوية. وايد يتينا اسئله، وايد الاخوان المرضى يقول لك دكتور انا جربت الاعشاب ولا جربت رحت حواي واعطاني اياها. عزيزي ما في شيء غير المضادات الحيويه. صحيح، ما في شيء. في انواع من المضادات الحيويه مختلفه، اي نعم، في يعتمد على دكتورك. احنا كلنا اطباء الجهاز الهضمي بالعالم نمشي على ريكومنديشن، تعليمات من منظمات الصحه العالميه صحيح. تقول لنا اول مره تعطي المريض كذا 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 كذا، يعني العلاجات المرتبة بتتابع. بالضبط. طبعا احنا في منطقتنا شويه الجرثومه عنيده عندنا، احنا نسميها لا اله الا الله. ليش؟ طبيعه اكل ولا طبيعه الجسم؟ لا والله اختي غاده، سوء يعني شو اقول لك، احنا ناخذ مضادات الحيويه بكثره اوكي، يعني من زمان، فيصير عندنا ريزيستنت، مقاومه. فلما تعطي مضاد حيوي ما يقاومها، ما يعالجها، فتقاومه، فلازم نغير المضادات الحيويه او ناخذ من البدايه ناخذ مضادات حيويه ثانيه. دكتور قبل يمكن ما كنا نسمع عن الحموضه، عن الجرثومه، عن هذه الامراض. اليوم ما في بيت ما يلجا حق استشاري جهاز هضمي، وايد ناس تسال على هالموضوع. ليش انتشر الموضوع عندنا وايد بالكويت؟ طبعا انتشر لعده اسباب. في توقعي انا اول شيء الاويرنس زاد، يعني الناس بدت تعرف، توعى حق هالموضوع هذا، تستوعب الشغله هذه. بالضبط. ثاني شيء العلم تطور. الجرثومة هذه اكتشفت بالثمانينات، فقبل الثمانينات ما كان أحد يعرف الجرثومة. في وايد أمراض قبل الثمانينات، قبل التسعينات، ليش نروح بعيد، ما كان أحد يعرفها، ما كانت موجودة عندنا. هل أن الأطباء الحين قام يصير عندهم أيضا علم أنه والله لازم أكشف عليها، لازم أفحص عليها، أفحص مريضي على الجرثومة، أفحص مريضي على كذا وكذا وكذا. فأتوقع هي موجودة بالسابق، ولكن العلم ما كان متوصل لها، ما كان يعرف أن الأعراض هذه ناتجة عن المشكلة هذه، مشكلة الجرثومة. فالحين الأطباء قاموا يكشفون عليها، إذا المريض يعاني من 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 أعراضها يعالجونها، يشخصونها تشخيص صحيح ويعالجونها. طبعا شيء جدا مهم، إذا أنت تعاني من جرثومة المعدة لازم تعالجها، وبعد ما تعالجها لازم تتأكد أنها اختفت منك. انت شلون تتاكد انها اختفت؟ بنرد نسوي فحص النفخه مره ثانيه. ما تحتاج الى عمليات جراحيه او مناظير؟ لا، الجرثومه ما لها اي عمليات جراحيه، ما تحتاج اي عمليات جراحيه، والجرثومه ما تنشال بالمنظار. الجرثومه تعالج بالمضادات الحيويه، ونسوي الفحص بعدها نتاكد ان الجرثومه. اذا سويتوا الفحص وتاكدتوا ان الجرثومه خلاص انتهت، ممكن ترجع بعد فتره؟ ما قلت بتساليني هالسؤال. اي يعني ما ادري والله، الوضع شاغل بصراحه دكتور. نعم ممكن ترجع عند 5%. ما سوينا شيء يعني. لا انا قلت منو اللي ممكن ترجع عندهم؟ اي حلو. يعني هي ممكن ترجع عند 5% اختي غاده، يعني نسبه جدا بسيطه. ولكن مثل ما يقولون الهايجينز تلعب دور كبير. صحيح. ايوه بالضبط. يعني انت لازم يكون عندك وقايه، الا وهو يعني تنظيف اليد دائما شيء مهم. لا تشارك احد في ادواته الخاصه، يعني الجلاس محطوط مو فلان شرب منه انا اروح اشرب منه. اي بالضبط. ادواته الخاصه ما لها داعي. طبعا هي البعض ممكن يسال شلون تنتقل من شخص الى شخص؟ تنتقل عن طريق اللعاب، عن طريق اي شيء بالفم. بالضبط. المشاركه بالاكل، مشاركه عفوا مو بالاكل، بالاواني اللي تستخدم. احيانا الاطفال يلعبون مع بعض، لان هي ايضا تصيب الاطفال. بالضبط. فممكن يلعبون ويا بعض، وواحد يحط ايده بحلج الثاني ويحط بعدين ايده بحلجه هو نفسه.
احنا كاطباء معرضين ان نصاب بالجرثومه اكثر. الحياه الزوجيه تلعب دور، فاحنا دائما انا اقول حق بعض الاشخاص اللي يعانون من المشكله دير بالك، يعني انت الحياه الزوجيه تلعب دور ممكن تنقل لك. السؤال الحين كل مريض لازم نفحص عليه اذا عنده جرثومه ولا لا؟ العلم يقول لا. لا. نفحص فقط على الناس اللي عندهم اعراض الجرثومه. لان نسبتها تقريبا بالكويت على اخر الابحاث تقريبا 60% من الشعب مصاب بجرثومه المعده. نسبه كبيره. نسبه كبيره، نعم. ولكن مو الكل يعاني منها، موجوده وما يعانون منها، فما نكشف عليهم، ما نقول لهم تعالوا سووا الفحوصات، مجرد ان نخليهم لغايه ما يعاني من مشكله. لا لا. نعم. يعين الله والله يحفظ الكل والجميع. آمين يا رب العالمين. دكتور بس ليه. إن شاء الله نقول العلاج ويعني دكاترة عندنا على قدم وساق في تقديم خدمة علاجية لكل من يعني يعاني من هذا المرض. الله يحفظكم جميعا يا رب العالمين. دكتور يا بر العالي شكرا لك. العفو. حياك الله معنا. شرفتك الله. يعطيك العافية. استفدنا من هذه المعلومات. وقبل ما نأكد حق المشاهدين العلاج 50-50. بالضبط. أي رياضة تدخيل لا وأكل مرتب ونظيف وبعيد عن الدهونات وغيرها. حلو. الله يحفظكم. آمين.